كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما وعملا يا رب العالمين. تقنا ويا الوحدة الأولى لو حريلا درس وي ودي يشرد وتجينخ. سندرس في هذه الوحدة حق درس وعام وردو الكلام المفيد ومتعلقات خاصة به. قيد يحدو القم يلأ قم يلأنس سنخ هي قيد لشتو القم يلأ جراماتيك ملخدو سنس دوز دلهم نشأ دولار دوي. أقسام الكلام قميل داقوش الاسم وأقسامه اسم أتون داقوش الفعل وأقسامه غلقوت أتون داقوش الحرف وأقسامه حرف أتون داقوش والجملة وأقسامها أبريد لجيني أتون داقوش لأتسا ديتر دوي. الكلام المفيد فايد أحد القميل ومتعلقات خاصة به تنسى دوزن دولار تنسى أستن دوزن دولار هما. أولا دوحانك الكلمة كلمة بوشتك هدوتا وهي اللفظ الموضوع إز دل دوش دو إز لمعنى مفرد تويس عن معنى تأنيس فش مثل سن مثل باب نع جدار بيان نافذة كور سبورة دسكا كتاب كنيج قلم قلم رجك ورقة كيغة. والأصل أن لفظ كلمة تطلق ويراد بها الكلام الكثير. شا أسنى وانجحة كلمة بوشتوش دشخ دقوق أميال دولوش ديك أسنى إزدوتسن ودلاح كلمة بوشتوش ديك سعدوش بوش معنى حالي يلدو نجح أميال دوش معنى حالي يلدو سلو أل معنى حالي يلدويز تقى ريتش عن معنى حالي يلدويز. ومنه قوله تعالى هنزي كلمة قم دقوق أميال تنخلوش الله داش يعدو كلا إنها كلمة هو قائلها ها تار إل دوش داريس إل كلمة تار إل دوش داريس بوغة أو تار ديس قميل داريس بو معنى هذا قوسة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إشتبا يمر إل كلمتان خفيفتان على اللسان شدوش متن ديدو إزال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده شدوش مداتي بقودش نش مداتك شدوش بوقت قميل دلوشتك سبحان الله العظيم. ثانيا شوالهنك الكلام كلام بوشتك هدوت عريتش بوشتك وهو ما كان مركبا من كلمتين فأكثر إذ شند شخ يشند شلقي دقدش نشخ واتل ديك تنه كلام أول وأفاد إشت أتقميل لدوش وشن بيدا بلج. فيشترط فيه التركيب واللفظ والإفادة إذ قميل قميل لارا فيشترط وصلوا بيو بيحكم بو فيه يتقميل أح التركيب شند شهي قاد شخوات الهديز قميل واللفظ دعياز يش دعول شدوش خلديز سكا والإفادة لدوش جنة قيد خلق بي السنة إذ بريد لجيني أعلى دوش ويك أعبوه توقيتش تقيال بريد لجيني شي معن قوش طور بريد لجيني خديس أقا كلام أولتنا خا جراماتيس شنجرغا إذ يوصلوا بياتح إذ قا وصلوا بياتح تأقصنا كلام تأول واللفظ لفظ بو كودتح والصوت المشتمل على بعض الحروف إذ حدورشتل أزدو إذا سعد الله حرفش تلات دول إفادة بوش ولوش تيكودو ما يفيد معنى مستقلا تاما بس ما عنده إس سعد دوزنا دوش شاشة أدين دوش ما عنده إس قوتش دوش يحسن السكوت عليه بس إتس قمي لحست تام بولش ستش ديك دولش إستشي لدوش ورقية رولش. مثاله
ثم مثل الحرب خدعة قم إذا هلدو الحج عرفة حج إذا عرفت دردو إذا تنه بايد غلق وانتو قميلة وم هلدو يعني تقيدي وتعاتها تقي تقيتهم تقي لوش هما داتي وبعض الكلام يكون جزء منه غير ملفوظ به تحدو القميل سنخ داق خل دعوه الشدوش مثلا أخرج أروال نم دعويش ترى تحق أميال دورش سن دوي رحاقو تحت حدوش دورش سن فإن هذا كلام هرق أميال دو وفي ظاهري كلمة واحدة حقوت سور تعم تحدوش دورش سن دويز لكن يتضمن شيئا مستترا هو الفاعل للحق إتقامي أترحو دل تحوم دو إذا فاعل تو إزديس وشريتو لأن تقدير الكلام هو داج إقامي المو ليرندويس أخرج أنت ليرندويس نم أنت ليرندويس إنت وإيلر قلقح كلام إزمره دو شند شخوات اللي قدو إل تحوو تو آل ما مغاري أخرج إلش ها إقامي الداتس هون داج تيقع شدوش داتس تيقع تعدوش بيداتس إذا نيس خير داريس دلاح تيجح ليرين دوي قميل شاد عيازين هو التل داتا يبريبلاجيني شين داشا إلي قادة شا ساسايتي شاتا أما ليرين دو تيجح بدرز بما تدشتو أخرج جاج أروال بس ميرو أرول شويك حو أخرج أنت أنت ليرين دو تيجح تون دل إذا كلام نور ثالثا قولانك الكلم كلم بوشتي كودوينز كلمة خيوين كلام بوشتي كودو خيوين كلم بو كودو تيا ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر قد شل يقي صود شل دي بقي يالك ما سارل تارخ واتلك تارخ واتلك إذا كلم دو تورتو سستيت إز تريوخ إلي يشو بولش سلو إذا كلم أولتنا كلام كلامهم يشتدوا إذنو ويشت كلم أولتنا ولا يشترط فيه أن يفيد معنى يحسن إلي يحسن السكوت عليه قزا حاني أسلوبيات أسلوبيات ستو سمسل يلر سجن طيسا بولن سمسل وشا بردلجيني خلر استيح ستر تامبورش من دايتي كلام إز عالمنا عن جرجع جرامتيش عن جرجع بيد بل كلم سو يقتدو مثلا كقوله تعالى الله دين دوش الله لطيف بعباده الله هاك إن هي تميو شيء ليش له معنى يرى معنى دوش دو بولني سميس ليوتن لدوش وقيتش دو تقتنا كلام والله هرى أو كقولك عدش يتر سوف إلى نذهب استخو تيج وردو ميتش تيج صح لم يفد معنى لم يفد معنى تو تعا سميس سيلي وين ويقيتش إذا كلم دو فعمها اللفظ هو اللفظ هنس بولي أبا بشوني تيرخ كلمي كلمة كلم كلام تاري بولي أبا بشوني إذا اللفظ ورشتك دو ويليه في العموم القول صوت قول دو سلوة ثم الكلمة صوت كلمة دو إذا سلوة دو أنا غاس كلمة تاع سميس شو تير بجدي ثم الكلام ثم الكلم بولي أبا بشون اللفظ دو سيوقي دوكم مش دو صوت قول دو صوت كلمة دو صوت كلام دو صوت كلم دو رابعا ديونيج اللفظ لفظ إذا مجرد صوت يخرج من الفم إزديق استيقى بقر آر دورشا أز دوقيز يشتمل على بعض الحروف تعدل حرفش تولات دورش حرف تولات دورشا أز إذا صوتو لفظيات اللفظ خلا تونتا بريزنا شيني خليز تعدل بوكوش خليز ولا يلزم أن تفي أن يفيد المعنى نيابزاتنا اللفظ تونونا سميسلي ليزين كقولك حدش يترمسا بيت وسم له معنى
قام تونا سمسلو إذا لفظي ونعج بيتون عالجي أزا دو تيجا عارفاش دو تيجا بادو يادو تادو سمسلا يتون إذا لفظ دو تونا لفظ رايزنا شيني أو يا أح أج ضع غن أج ضع غن إيز هدو لا معنى له تن عربه ما تحت معنى ده اللفظ يويس اللفظ يهون دون أج مجرد صوت صوت يخرج من الفم بقر حدولش أز دو إس حدول حرفش ثاني ضادو عين دو غادو نو اسم إسليات نو لفظ أوتنا. خامسا القول خيال نيج إذا قول دو هو اللفظ الدال على معنى قول إز هدو قول بوك تش هشاد الرجا أبردلين إششون كلام بوكتون كلمة بوكتون لفظ بوكتون تاق وجه دروي كلمة بوكتون ما سيرا أبردلين شوي لوش تاق ني سمسل ني بروست تون يزكا وزنچيني أبردلين وي ما سنعين تيوتش إش إش عامو يز إش خائيز أنا دعيا زيز قول إذا هو اللفظ الدال على المعنى تاس ميصلا تأنيس ويش طلا دواش طويس ريزنا شينيوس ولو لم تحصل إفادة سيقح بايد باها تحا طويس لدو تنا بولي سميصل قيتشا تنا بولي زيها تحا فيشمل القول كل ما يتلفظ به الإنسان قول بوغتو تلوت أدمو ميل произнести دشتهم تميل أولشتهم سواء أكان مفردا أم مركبا مفيدا أم غير مفيد تويس شالي عش دوش خليل إذا يشين قال إنه هو تل دوش خليل إذا يبيدلوش قامل خليل يبيد سلوش قامل خليل بس باش خلاص مثل مثلا فإن هذا زيد زيد بوش دوش فإن هذا لفظ إذا لفظ يس ده صوت مشت يخ هو صوت من فم مشتمل على بعض الحروف على الحرف الشلوتش بدر آد الأز دولاند زي دون أج ويدل على معنى عن معنى تاني سوتسو وإن لم يفيد نو تقيد مثلاوتو زي دالج ودنا زي دو دعوجنا حلغت وحقيت يومينا سخا تنخى قوله خلاصة انت إتوغ دوت سنت وميل ديز نجا إذا هذه الألفاظ هردشنش الكلمة الكلام الكلم اللفظ القول تترتب من الخاص إلى العام على النحو التالي سنسا ميل أبب شوني ديك دوي جيم غوت تيرا تشاسني تيرا إلي كان كرتزيرون دولشون تيرا ميلا أبب شوني تي باري هذا كيو قوزا دو حانيق كلمة إذا هي تدل على لفظ مفرد يدين سينم تشسليس عنو ما تانيس وقتو إنك دا إنك دا كلمة بوغتو روشتي قاميال هون وقوزا عوين روشتي اغا كلمة ألشي دوش دويز تعند عشان تاني سويش يتعدو شولونك الكلام إذا وهو ما تركب من كلمتين فأكثر كلام بوش تجا إذا شين ده شخ يقي سو دش نشخ هو تلقى من دويس وله معنى سميصلا يوتن مفيد بس بيد لوش ما عنده تن بس لا دوش وجدت عنهم ني أجد حتى تديش بوني سمسلي تن بس أكلت الطعام أس يأهمي إي سو حقيتي قاس بوشتو أم أس ألش أكلت أس يأي أتاقيت هو يو أسينك بوني تحسك يقوي أجدايش هو دوتي عدينك أسينك تنديلا كلام كلام هنسا من الخاص إلى العام كلام بولي أبب شوني دو كلمة بوغ تلا مون داعج سوا يدينس فينا چي سلو تلو تسو دو تسو مثلا كي دشنش تلو تسو سميس لأيو
ثالثا قال عنك الكلم كلم بوغ شتكدو هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر إذ قاد شو سوى والتلقمي رهدك إذا كلم دو. رابعا ديونيك اللفظ إذا هو كل صوت خرج من الفم واشتمل على بعض الحروف إذ هور أزدو إذا بقر حدول حرفس حرفش تلاتس دولش. خامسا القول بخيولانك إذا قول بوش تكدو وكل لفظ دل على معنى أفاد أم لم يفيد إذ هور لفظ هور بريزنش يعني تاني سويش تكدو إذ سميسلن سوى تاني سويح سميسلن تاس تاني سويح مثلا بيت آل شيء تنه قول أول بي آل عسات شيء تنه قول أول زي آل عسات شيء قول أول جاء محمد إلى البيت متأخرا على شيء قوله أوتن هذا بولي أبا بشون دوتان مسألة إذا قيت وهنت دماشني زدانيو دماشني زدانيو وهنت هذا دماشني زدانيو وزداني قح بوخ ضع رقم العنصر الذي في القائمة ألف إنت ألف على الهوكس طوبك هرس طوبك الألف على الهرس طوبك كلام كلمة قول لفظ كلام إذا واتباخ أمام المثال الذي يناسب من القائمة تباء هوكس طوبك حبا هوكس طوبك حيو شجري سنت واتبوتو السفر العديد الاتي مثلا كلام تونس منو هنك سات في صفته يا كلام بو كودر تونا بردي لين عامي تور دون كلام بو تونس سنسا سات في صفته اشتاق منو دو كلمة بو تونس او قدشخ منو سات في صفته قول بو اشتاق لفظ بو اشتاق كلم بو اشتاق فصوتي احتان قاة شمبير بوي والحمد لله رب العالمين.